يعني في الحقيقة موضوع الشائعات ده حاسس ان هو بقى موضوع سخيف شويتين، لان من وقت للتاني بتطلع شائعات الهدف منها هي إثارة حالة من حالات الفوضى، لكن دايما بيظل الرهان الأول والأخير على وعي المواطن المصري اللي يمكن خلاص بقى بالتجربة بقى يقدر يفرز المعلومة ويعرف إيه صح وإيه غلط. الشائعات مش بس موجودة في المعاشات زي ما سمعنا وانتهاء البطاقة حاملي الصلاحية لحاملي البطاقة الزرقاء وغيرها، لأن الشائعات كمان تحديدا في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية أصبحت بتطول من وقت الآخر موضوع بطاقات التموين أيضا، لأن هو موضوع مهم لأنه بيهم في حياة الأمر ملايين من المصريين. وقصة تحديث رقم التليفون حواليه شائعات كتيرة جدا، لدرجة أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مشكورا بيعمل جهود كبيرة جدا في نفي هذه الشائعات أكتر من مرة في الحقيقة، ويمكن مش دي المرة الأولى زي ما قلت لحضراتكم. خلونا نوضح يعني كل الإجراءات الخاصة بتحديث بيانات بطاقات التموين من الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك وعلى مشاهدينك الكرام. دكتور، في البداية عاوزين نعرف يعني هل عملية تحديث البطاقات يعني ماشية بنفس المعايير ونفس الوتيرة اللي تم إعلانها سابقا، ولا في تغيير عليها؟ لا تغيير نهائي، وبالعكس هي ماشية بنفس الطريقة اللي قال عليها من الأول. نعم. وماشية بمعدلات بالنسبة لنا يعني مرضية للغاية، وإن شاء الله قبل 30/6 هنكون تقريبا استكملنا كل البطاقات. نعم. وبأكد على حق، معلش بس ممكن نذكر السادة المشاهدين ايه هي المعايير او الطريقة اللي بيتم بيها؟ بالظبط ده اللي انا كنت حاول افهمه. اتفضل. نمرة واحد، ان البطاقة بيتقدم المواطن الى احد الثلاث منافذ بتوعنا اللي هي مكاتب التموين، او يخش على موقع دعم مصر، او يسجل في مصر الرقمية. نعم. وكل المطلوب هو ربط الرقم القومي لرب الاسرة على البطاقة برقم تليفون مسجل في احد الشركات الاربعة. يبقى اذا المطلوب فقط هو صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة، صورة بطاقة التموين السارية، رقم تليفون مسجل في أي شركة من الأربعة بأي نوع بس باسم رب الأسرة. نعم. دي الإجراءات. طيب يا فندم، يعني زي ما حضرتك تحدثت انه في اكتر من مكان ممكن يتقدم فيهم المواطن عشان يجدد بطاقة التموين، منهم يعني مسار منهم ان هو مكتب التموين. ايه اللي بيحصل يا فندم؟ يعني هل دلوقتي المواطن لو راح المكتب او راح المركز، ايه اللي بيحصل وهو واقف؟ هل بيتم التجديد او بيسمع ان هو هيستلم مثلا البطاقه امتى؟ بيستلمها وهو واقف؟ يعني نعرف الساده المشاهدين ايه اللي بيحصل. هو طبعا البطاقه مع المواطن اساسا مفيش استلام، هو مجرد اضافه بيان على قاعده بياناتنا وهو رقم التليفون. فإذا ما فيش إصدار بطاقات جديدة أو أي شيء، وما فيش أي حق خالص. كل الموضوع إن هو نزل على بن الخبز، بقول رسالة بتحذره إن هو يتوجه لمكتب التموين أو برجاء استكمال بياناتك، أو إضافة برجاء إضافة رقم تليفون محمول مسجل باسم رب الأسرة. تمام. فالمواطن زي ما قلت الثلاث ورقات دول، او اللي هي ورقه واحده عليها الصورتين وعليها رقم التليفون، بيسيبها في مكتب التموين. ليها علاقه بالفاتوره يا فندم؟ عشان دي الاشاعات اللي احنا كنا بنسمعها يا فندم. ليها علاقه بفاتوره التليفون؟ نهائي يا فندم نهائي. اؤكد تاني مرارا وتكرارا، لن يضار اي مواطن من تسجيل رقم تليفونه، بل بالعكس سيستفيد من مجموعه كبيره من الحزم تعد حاليا لصالح المواطنين. طيب، مفيش ضرر نهائي دكتور. يعني بمناسبة الحديث عن الحزم التي تتم لصالح المواطن المصري، يمكن آخر الشائعات اللي ظهرت هي فكرة تخفيض حصة الفرد في بطاقة التموين عن 50 جنيه المعلن عنها. عاوزين برضو نأكد ده، نستغل وجود حضرتك معانا. لا تخفيض لا لحصة الخبز ولا لحصة التموين. حصة المواطن في التموين 50 جنيه من الفرد الأول إلى الرابع، ومن الفرد الخامس لما فوق 25 جنيه. نعم. حصة الفرد من الفرد الأول للفرد العاشر 5 أرغفة يومية. عظيم جدا. ولا تغيير فيها ولا نية للتغيير فيها. طيب يا فندم، يمكن كانت في كمان مشكلة من المشاكل المتعلقة بالتموين هي ضبط قاعدة البيانات. إيه الجديد اللي حصل عشان نقدر نضبط قاعدة البيانات وتبقى كمان دقيقة بشكل كبير؟
قاعدة بيانات التموين تعد واحدة من أكبر قواعد البيانات الموجودة في مصر، بتصل عدد المسجلين عليها يزيد عن 80 مليون مواطن، بيصرف منهم خبز حوالي 72 مليون، وبيصرف منهم تموين حوالي 63 مليون. إذن هي قاعدة بيانات كبيرة، وارد يحدث بها بعض الخطأ، لأن هي برضو هي قاعدة بيانات تمس المواطن، فالمواطن بطبيعته دورة حياته بتتغير من ابن إلى رب أسرة ثم توفاه الله. فإذا هي قاعدة بيانات متغيرة بطبيعتها، بمجرد المواطن بيتسجل فيها، بعد كده لو استقر وبقى رب أسرة فبينفصل. إذا هي لها حركة ديناميكية، فالتعديل البيانات وتعديلها دي مسألة أبدية وستستمر إلى الأبد. ثم هناك المواطن بيتغير حالته من فقير إلى كاني وما فما بينهما. فبرضه الفقير بيحقله يخش تحت مظلة التموين، أما إذا أمور تحسنت فبيضطر يطلع بره مظلة التموين ودخوله غيره. إذا برضه حتى الاستحقاق نفسه، مش الحالة الاجتماعية فقط، الاستحقاق نفسه بيتغير. طيب دكتور عمرو، سؤال برضه خاص بمنظومة التحديث تحديدا من خلال موقع دعم مصر. المواطن لما بيسجل على الموقع بيجيله رسالة بأن تم قبول الطلب، هل كده انتهى الأمر ولا لازم يتابع لحد ما يقول له اللي هو تم عمل تحديث لرقم الهاتف؟ خليني أقول بس حاجة كده، قاعدة ثابتة وتسهل على السادة المواطنين. اتفضل يا فندم. حضرتك عرفت منين إن أنت تحدث رقم تليفونك؟ من بن الخبز. بمجرد ما تم التسجيل وتم التحقق إن رقم القومي مرتبط برب الأسرة بشكل سليم، في خلال 48 ساعة من التسجيل اللي عملية التحقق لا تزيد عن 48 ساعة، إن زادت نظرا للضغط بتوصل ل 72 ساعة، هيلاقي الرسالة دي اتشالت. يبقى المواطن لما يروح يشتري الخبز ويلاقي الرسالة دي اتشالت يطمن كده إن الموضوع تم بنجاح. دي أسهل طريقة. يعني في الحقيقة دكتور عمرو احنا بنشكر حضرتك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر. دكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، شكرا لك يا فندم.